طيب حاليا انت طاقتك يا برج الدور كأنك ضايع، انت مثلا مو فاهمين هذا الشخص شو بفكر، او كأنك تراقب فيه من بعيد وكأنك مخربط، مثلا مو فاهم مثلا هذا الشخص بشو بفكر او شو مشاعره، او مثلا شخصيته حاسسها انها هي غامضه شوي، كأنك بتحاول تستوعب هذا الشخص، بس انت كأنه مش طالع معاك انك انت تستوعبه. كمان انت شايفه انه هو توأم شغله، ويمكن انت شايف انه هو في علاقه تانية غير اللي انتوا فيها. اعتقد انتوا منفصلين، انفصلت عن هذا الشخص بسبب يمكن هو دخل علاقة تانية. هذا الشخص هو نوعا ما هو صبور، واعتقد انه عنده دائما استعداد مثلا انه ياخذ حقه ويرجع. كمان هذا الشخص اعتقد انه في زواج ومسؤول ومرتبط، او هو شخص مثلا داعية، شخص الناس بتسمع له، بروحوا عنده وبيستشروه، شخص هو كأنه مشهور او عنده عمل انه بيقوم بمساعدة الناس، والناس هي بتلجأ له كتير كتير. خلينا نشوف هذا الشخص كيف بيفكر، كيف حاليا وضعه. كأنه هذا الشخص هو في علاقة فعلا غير علاقتكم يا برج الثور. هذا الشخص احتمال يكون عنده عمل زي ما حكيت لكم، بيقدم استشارات للناس ومشورات. كأن هذا الشخص طيب جدا، وهو يعني كأنه بيحب عمل الخير للناس، كأنه بيقدم لهم الخير بدون مقابل. كيف نحكي مثلا هو متكفل مدرسة أيتام، وهو مثلا هو بيعطيهم بدون مقابل، مثلا يستنى دخل شهري، لا هو كأنه مثلا بيعطي بدون حدود وما بياخذ، كأنه عنده زي لأني أنا شفته هو كأنه الناس بتستشيره في مواضيع كتير، وكأنه هو مثلا بيشتغل انه مثلا الناس تستشيره ويعطي رأيه، والناس بتاخد برأيه بتوافق على رأيه. يمكن يكون مثلا هو إمام جامع، ويمكن يكون هو مستشار، محامي، شخص بياخد رأيه الناس، لأنه هو جدا شخص متسامح جدا جدا، طيب جدا جدا، وكأنه هو واهب نفسه للخير. يعني هو كأنه حاطط نفسه بس إنه يحل أمور ومشاكل الناس بدون مقابل، لأنه هو شخص أعتقد إنه عنده حكمة وعنده صبر ومتريد جدا جدا قبل مثلا القفزة للأمام، أو ما بده يخطي خطوة للأمام. هو كأنه بيتريب جدا جدا وصبور جدا جدا، وهو دائما جاهز لمساعدة الناس، وعنده حب لعمله جدا. أنا حاسة للشخص إنه هو مثلا عطوف، بيعطف على الناس، بيعطي للناس، ماسك مثلا مشروع استثمار مثلا بس يعطي للناس الفقراء المحتاجين. كمان هو زي متسامح، مثلا لو حدا غلط بحقه بيحكي له روح الله يسامحك، مش راح أرد عليك. هو متسامح جدا جدا، وكأنه هو بحس إنه أي شيء بيصير معاه كأنه من الله، يعني ما بيقعد يلوم نفسه أو بلوم الآخرين أو بلوم الناس على حياته، لا هو كأنه إنسان بحس أي إشي بيجي هو عطية من الله. وكأنه هذا الإنسان
ربنا معطيه خير مقابل الخير اللي هو بيعمله. على فكرة الشخص الطيب جدا جدا وحنون جدا جدا، وهو حاليا بيعمل شيء خير، يعني اشي بيساعد فيه الناس، وهو عاطفته بلا حدود، اعطاء بلا حدود. طيب مشاعره من ناحيتك، هو مشاعره من ناحيتك يا برج الثور. الشخص هذا في ارتباط، اعتقد في زواج، او انت المتزوج، بس انا شايفه هو في ارتباط، لانه مشاعره حس انه هو كتف مثلا، مو قادران ياخد خطوة لقدام، وحاسس انه انت نفس الشيء، كأنك مختفي متباعد عنه، مثلا مش ظاهر قدام، لانه هو بحاول انه مثلا يلاقيك، يدور عليك بس مو قادران يلاقيك، بيدور بيفتش مثلا بين الاصدقاء الاقارب، عن طريق التواصل الاشياء هاي، بس هو مو لاقيك. وانت كمان عفوا العكس، عفوا سامحوني، انت اللي انت بتدور عليه وبتفتش عليه ومو شايفه، مختفي، وهو متباعد لانه هو شايفك انت انسان مثلا مرتبط بشغلات تانية، عندك ارتباطات تانية، لهيك هو كأنه حاسس انه مقيد بفكرة انه يبتعد، حتى لو انت بتدور عليه هو زي بده يتباعد، انه حاسك انت كمان مقيد، مش بس هو، هو حاسك انه انت انسان كأنك روحاني بتتواصل معه عن طريق الروحانية، يعني عن طريق الاحلام، عن طريق تفكير، في رب بينك رابطة قوية جدا جدا. هو حاسك كمان انه انت كأنك فقدت كل احلامك معاه، او يعني انتوا اتنين احلامكم ما بتكمل مع بعض بسبب انه انت مرتبط او هو مرتبط، وسبب انه انت اتباعدت وهو اتباعد، بس انتوا اتنين كأنكم يعني عندكم قيود هي اللي اجبرتكم انكم تتباعدوا عن بعض. طيب هو كيف شايفك بعقله الباطني؟ هو شايفك انسان زي ما حكيت لك، انا حاسس انه حاسك انه انت مقيد او مرتبط، او مرتبط بعائلتك، مرتبط بعمل ما، بعمل مش شايفة السفر، يمكن بناتكو سفر، يجوز انه بناتكو سفر، بس انا شايفه وشايفك انه انت انسان مرتبط، انسان ناضج، انسان تملك كل شيء من الحكمة، وانسان مثلا بتاخد قرار خلص ما بترجع فيه، بتضل يعني ثابت على هذا القرار. كمان يمكن يكون في اختلافات بينكم مثلا وبين الاهل، فشايفك مثلا الاعتقادات او المسافة، احتمال يكون يشوفك هيك، بس انا مش شايفها انها قراءة اختلافات عقائدية او جنسية، او مثلا انت من دولة او هو من دولة او هاد، لا هو شايفك انسان ناضج جدا جدا، جميل جدا جدا، وشايفك كمان تلبس، يعني هو بعقله الباطني ان لبسك مثلا غريب، غير عن مثلا اللي هو متعود عليهم، شايفك انه انت انسان بتعرف مثلا انسان لبق في الكلام، ولبق يعني تعرف تلبس بطريقة مهندمة زي مرتبة، يعني تعرف
مثلا البلوزه التيشيرت مثلا على الجينز على عندك ترتيب للملابس، عندك أناقة، إنك إنسان شخص أنيق بتحب اللبس مثلا، وبتحب تكون إنسان مرتب مهندم، إنسان تبين بوجه أو بصورة أنيقة. طيب خلينا نشوف أنت كيف بعقله الواعي. احتمال أنا زي ما حكيت لك هو شايفك إنك أنت ارتبطت ارتباط غيره، كمان هو شافك لانه شافك كأنه انت انسان حواليك ناس كتير، شافك انه انت انسان مرتبط بشغلات كتيرة غيره، هو كأنك مرتبط بعمل، مرتبط بعمل حواليك ناس كتير، اصحاب كتير، شافك انه انت على فكرة هو نفس الاشي، شافك ناضج وشافك انه انت انتصرت مثلا على العلاقة هاي او انتصرت عليه. يمكن مثلا هو قال لك انا بدي نترك لانه انا عندي ارتباط تاني، قال لك مثلا انت قلت له الله معك يعني عادي ما فيش مشاكل. لان انت يا برج التور طبعا دايما فيش عندك مشاكل، عنيد وبارد جدا جدا، لانك عفوا لانك برج ترابي جدا. هو شايفك كمان انه انت يعني ممكن على سفر، وشايفك ان انت حياتك مليئة بالمفاجآت والاكشن والفاشن هيك، والناس حواليك كتير، والناس مثلا بتزقف لك، مثلا انت عندك مثلا تطلع بتعمل خطاب على الفيسبوك على السوشيال ميديا عامة، فالناس بتصير تحييك ومظبوط وانت كلامك صح، وكأنك انت شغلتك كيف اللي بيعمل اقتباسات على مثلا على الفيديوهات اقتباسات، فانت هيك كأنك مشهور، شخص مشهور ناجح في عملك، مشهور بين الناس، شايفك انسان ناجح جدا جدا، يعني عندك ناس حواليك جدا جدا، زي ما حكيت لك في قمة اناقتك، بتعرف تلبس بشكل انيق جدا، يعني هو شايفك عميق جدا، يعني بتعرف تلبس، بتعرف حضورك بيكون كاريزما، في كاريزما، نوع من الكاريزما، الناس بتنجذب لك بسرعة جدا، حلو كتير، يعني رؤيته وتفكيره الباطني والواعي نفس الاشي، يعني نفس النظرة، كأنك انسان مثلا انت مدير وكل الناس بتيجي بتستشيرك، وشايفين انه الناس بيستشيروك لانه نفس الاشي، هو الناس بتستشيره كأنكو انتو مراية لبعض او بتشبهوا بعض جدا جدا. طيب خلينا نشوف هو شايفك كيف، هو شايفك انت بتحاول تتوازن بين العقل والمنطق والقلب، كأنه علاقتكم ما بيصير فيها منطق، يعني ما بتصير بين الناس، لأنه مثلا هو شخص مرتبط أو أنت شخص مرتبط، يعني كأنه في ارتباط، فشايفك أنه أنت بتحاول أنه تكون متوازن وتخفي مشاعرك ما تبينها نهائي نهائي، وكأنك شفيت تماما، لانه هو شايفك انك انتصرت على مشاعرك، انتصرت على كل شيء، وقدمت خطوة لقدام، بلشت بداية جديدة في حياتك. كمان هو شايفك انه انت انسان بتشفي الناس من جوا، وكأنك انت يعني بتشتغل على تعديل الناس، مثلا حدا زعلان بتعمل له مثلا حالة انه استرخاء، وتعدل له مثلا مشاعره، وتعمل طبطبة على الناس، وكأنك بتشفي الناس، تعمل على شفاء اللي حواليك. كمان هو شايفك نقي جدا جدا مثل المياه، صافي، ما في يعني ما في عندك لا لف ولا دوران، كأنك بتعرف انت بس بتحكي الحقيقة وخلص، يعني انه انت إذا سألك مثلا أنت مرتبط ما بتلف ولا بتدور، لا أنا مو مرتبط، لا أنا لا
خلاص تحكي الكلمة الحقيقية عن حياتك، يعني ما عندك مثلا انه اذا انت مرته بدك تخفي هذا الشيء عشان تكسب هذا الشخص، لا تحكي له انه انت مرتبط. هو شافك كيف الملائكة نازلة من السماء مثلا تشفي الناس، كلامك بيشفي اللي حواليك. يمكن انت بتشتغل برضه، احتمال انه انت بتشتغل في مثلا مستشفى طبيب او سيكولوج، او بتشتغل في الروحانيات مثلا بتعالج الناس، بيحكوها بتشفي الناس عن طريق الاعشاب الطبيعية. يمكن احتمال انك انت يمكن انت بتشتغل بعلاج الناس عن طريق العشبة الاعشاب، الطب العربي زي ما بحكوها. هو شايفك كأنه، على فكرة هو شايفك انت اي وقت بتطير، يعني مثلا اذا هو مهتم فيك او عمل لك مشكلة او هذا بتسحب حالك وتطير، خلاص ما عندك اجر راكزة على الارض، زي كيف بيحكوا اجر لجوا واجر لبرا. هو شايفك هيك، وشايفك طيب جدا جدا، على فكرة هو شايفك ذكي جدا جدا جدا. بتجيك الفكرة هيك بلمحة، يعني انصار موضوع طوالي انت بتخلص الموضوع بلمحة، فكرة معينة بسرعة. حلو كتير كتير. هو شايفك انسان نقي زي ما حكيت لك، ما عندك لا لف ولا دوران، عندك يا اسود يا ابيض، يعني ما راح تلف وتدور عشان توصل لموضوع معين، لا هو شايفك انسان جدا جدا جميل ونقي من الداخل. طيب شو خطوته القادمة؟ او لا خلينا نشوف اول اشي شو شايف المشكلة اللي معك. هو شايفك يمكن انه انت انسان اكبر منه سنا، اعتقد في فرق في العمر، لانه في فرق هون، بس ما حسيته انه مثلا فرق ثقافة، لا حسيت عن جد فعلا فرق عمر. حاسس انه هو شايفك انه انت انضج منه واكبر منه، مثلا لو حتى عقليا انت اكبر منه. انا حاسس انه قراءة برج الثور هذا الشخص مثلا اكبر منك، مش شرط يكون يعني انه اكبر منك بخمس عشر سنين، بس ناضج، انت يعني عندك تفكير غير عنه، ناضج جدا. كمان هو شايف انه عنده مشكلة، انه هو شايفك انه عندك مشكلة في الماضي هي متعبتك، وكأنها هي مخليتك متربط من ناحية الحب، كأنه انت عندك ذكريات في الماضي مؤلمة بعض الشيء لبعض منكم، يعني كل واحد ياخدها للاتجاه اللي على فكرة. يمكن في ناس مرتبطين في ارتباط بيناتهم، مثلا خطبة، حاسس لأنه في زي كأنه ارتبط فيكو هذا الشخص وفرحان فيكو جدا جدا ومبسوط فيكو جدا جدا، يعني في قراءة هيك وفي قراءة هيك، شايفها أنا تنتين مش واحدة. طيب هذا الإنسان شايف إنه في يمكن مشكلة فرق العمر، أو عنده من الذكريات من الماضي، عنده مثلا ذكريات مثلا مؤلمة هو بتذكرها، عشان هيك هو زي صار يعمل على انه يداوي الناس ويشافيهم. او يمكن انت اللي عندك العقدة يا برج الثور. هنا نشوف توضيح لنشوف ايش يمكن انه تختلفوا قريتكم مثلا، تختلف عن قريتهم، او يعني البلد اللي انتوا فيها بتختلف عن بلدكم. يمكن في اختلافات في المدن بس مش في العقيدة، في العادات والتقاليد. يعني مثلا عندهم عادات وتقاليد انه
إنه مثلا الشخص لازم يكون بسن معين للزواج، وإنتوا عندكم مثلا سن عادي مش فارقة شو السن، بس المهم إنه تتزوج. هم يمكن إنه شايفين إنه مثلا عندهم إنه ممنوع تتزوج البنت بالعمر هاد أو الشاب بالعمر هاد، فعندهم خلص متقيدين في هاي الفكرة. احتمال العادات والتقاليد تختلف بيناتكم. Mm-hmm.